مرحبا. 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 عدنان بيك بغرفته؟ تحسين أوزدير موجود عنده. والله؟ ايه. طيب. كل الذنب ذنبي. تأخرت لحتى شفت قائمة المدعوين. وقت شفت اسم حلمي أونال بالقائمة كان فات الأوان واندعى الحفلة. بعرف أنه وجوده بكل المحافل خاصة بالفترة سبب للإزعاج. بصراحة نحن كنا السبب تكبير الموضوع من خلال ردنا عليه. وأنا كمان بعتذر منكم نيابة عن مهند. شباب طبعا التحريضات بسهولة بتشدهم. حلمي أونال دخل منافسة الحياة العملية لحياتكم الخاصة بطريقة قذرة شغلة لا يمكن قبولها. موضوع الشغل ما لنا شايفينه منافس بنوب ولا شايفينه أساسا. استخدم بعض الطرق مثل الاحتيال والتزوير، وطبعا بالنتيجة هو اللي خسر كمان. طبعا في مسائل عائلية بيناتكن، بيكون أبو زوجها لأخت مدامتكن وابنه عم يشتغل عندكن كمان، ومكانه كتير طيب بيناتكن. وأكيد هالشي عم بيزيد من حدة توتره مع الأسف. عم يعمل شغلات كتير قبيحة، كتير مو لبق له. ما عم يرد، الظاهر قاعد عند عدنان بيك. قديش ظريف، شو كاتب لك؟ عم يذكرني بدعوتي اليوم المساء، قال رح يجي ياخذني الساعة 7:30. وغيره؟ جوليا شو صاير لك انتي؟ شايفتيني مثل بنات المراهقات؟ بس انتي كمان تصرفاتك غريبة شوي. انا قاعدة وعم بتشوق أكثر منك للموضوع. خلينا نشوف لوين بده ياخدك. بجوز يستقبلك بياخته اللي اشتراه جديد، وبجوز تبقوا بريفيا اتنيناتكن سوا. برأيي جهزي أمورك للمفاجآت. بعد هلأ من الصعب يلتقى رجال يلفت انتباهي بهالسهولة. شو رح تلبسي؟ ما بعرف، خلص بلبس لي شي شغلة. من هلأ رح فكر بهالشي دخيلك. أنا بكرر اعتذاري مرة تانية. رجاءً خلينا ننساها. لا لا تنسوا يا عدنان بيك، حلمي أونال ما بيقعد مرتاح. الرجل ما له حدود. يلي كان عم يحكي ما نو منيح بنوب، سيء. عم يحكي كلام كتير خطير. لا تسكتوا له أبدا، خليك بالمرصاد ولا تدير ظهرك لهذا الرجل أبدا. والله شغلت بالي، شو عم يقول؟ أنا ما بعرف، بس إحساسي بيقلي إنه ماله منيح منوب. اسمع مني يا بيك، خليك صاحي ولا تتجاهل كلامه أبدا. المهم بلا ما أخذ من وقتك أكثر من هيك. ولا يهمك، أهلا وسهلا. شكرا لك. تفضل. شكرا. من أول يوم صرت مثل الحديد. هيك لكان. رح منشوفك المساء. بيسان كمان هون. بيسان. مرحبا. أهلين. ما رح بوسك، عرقانة. عم تجي لرياضة الحوامة؟ عم بعمل يوغا. منيح. كيفك حبيبتي؟ منيح؟ ما رح سامحك بنوب لأنك ما أجيتي على خطبتنا. ما قدرنا نيجي، قربت الولادة، أحياناً بيصير معي مغص. ألف مبروك. الله يبارك فيكي. ألف مبروك. شكراً. بلا ما عطلكن لا تبردوا. ماشي، يلا بنحكي بعدين. خاطركم مرة تانية. مع السلامة تحسين بيك.
يلا اتصلي مرة تاني. هذا هو. بلا ما رد خليه يرن شوي، بلا ما يفكر مستنية وبإيدي التليفون. ألو؟ مرحبا، أنا كتير آسف كنت باجتماع وما قدرت رد. مو مهم، اتصلت مشان أتشكرك على الورد الظريف. هذا واجبي، ما في أي مشكلة، رح نلتقي المسا ما هيك؟ لا لا، بشوفك المسا. تمام، رح كون عندك على 7:30 على التمام مشان أخدك. معناها اليوم بدنا نلتقي. ناطر على أحر من الجمر. معناتها اليوم بنلتقي. شو هالصوت الجذاب يا خانم؟ شو صاير لك؟ دخيلك، شو فيها؟ بناتك جوزتيهم وهلا اجى الدور عليكي وانت بدك تعيشي حياتك كمان. مين بيعرف؟ بلكي منشوفك بالبدلة قبل ما نشوف نهال. انا وبالبدلة؟ انا بالبدلة؟ ليش لا؟ الله عليك يا جوليا. أهلين، كنت بدي إجي لعندك بس مستني تحسين بيك لحتى يروح. سمعت شو قايل أبوك؟ كنت متوقع. حتى تحسين بيك عم بيحكي عن الكلام اللي عم يحكيه أبوك، كلامه كتير كبير. كتير متأسف، صدقني وقت اللي حكالي أخذ الجواب المناسب فورا. ليش ما حكيت لي من الأول؟ أنا كنت جاوبته. ما كان فيني إلك، كيف بدي خبرك وقت سمعت أنه بيسان قالت له لسمر؟ كتير تضايقت، مليت من الاعتذارات اللي عم أقدمها عن حلمي أونال، ما عاد فيني عدنان بيك. حتى أنا ما كنت متوقع توصل حقارته لهالدرجة. Mm-hmm.